مساء الخير مشاهدينا. العدد بتاعنا اليوم تابع للعدد السابق، رح نتعرفوا فيه من وين ندبروا رأس المال للمشروع ديالنا، وشنو هي الخطوات تاع التسجيل في السجل التجاري. تابعوا معنا. صحة ليكيب، أنا حبيت نحكي لكم الحاجة اللي لاحظتها عند بزاف ناس، واللي هي هاجس كبير ويخليهم يعطلوا بزاف باش ياخذ ديسيزيون ويقول لك نبدا. منين نجيب دراهم؟ تروجي تاكني حاجه بدراهم. السلف حقيقه وعلميا هو احد مصادر تمويل المشروع تاعك. يبقى فقط من الاحسن انك من نهار الاول ما تسلفش وتقول له غير ندخل دراهم نرجعهم لك. لا لا، راك في مشروع، كيما نعرفوا اي مشروع عام الاول كامل خساره، يعني الربح تقدر تربح تقدر ما تربحش. الا كنت قادر تسلف على عام اكثر روح سلف، اذا ما كنتش قادر تسلف ولا ممكن المده اقل راح يشكل لك هذا الامر ضغط كبير فوق الضغط اللي راح تكون فيه وانت في المشروع تاعك، وهذا امر ما ننصحش به. خلينا نسلف واش نقدروا نشوفوا امور واحده اخرى. هل شفتوا طرق تمويل واحده اخرى سهله ومضمونه؟ تعطينا طريقه تاع تمويل ابغى نسلفوا بالضبط. النهار اللي تكمل دراسه الماليه تاع المشروع تاعك، يعني خلاص راك عارف شحال يستقام وعارف الفائده تاعو، هنا تقدر تقترح الفكره. الناس عندها دراهم، قال انا البروجي تاعي نسحق فيه 20 مليون، ال 20 مليون هذيه وانا راني حاط 10 ملايين واختي راهي حاطه 2 ملايين. فال10 ملايين هذه روح نقيمها من قيمه المشروع ونحط واش يقابلها فايده كاسهم. قال ال10 ملايين هذه هي عباره على 25% من التكلفه تاع المشروع. فتروح تتفاهم معاه، ما تقولوش نعطيك 25% طول المشروع، قال نعطيك 40% العام الاول. العام الاول نعطيك 40% من الفايده بعد 12 شهر سي بون، راك ديت الفايده تاعك على الاستثمار المالي اللي درتو في المشروع تاعي. تري بيان، وهذه من اسهل الطرق واكثرها نجاعه. علاش حبست عند نقطه ماشي عام بليتو، ماشي انفيني، يعني التمويل المالي يقدر يدخل في وقت مؤقت برك في المشروع تاعك. خمم في هذه الطريقه وعرضها غير على الاقرب عليك، بزوج ملايين بثلاث ملايين بال500 الف بال10 الاف، باسكو حتى السلف مش طريقة فعلا فعالة في المشاريع. وبالتالي اقترح عليهم الفكرة كمستثمر مالي، انا كما قلت المشروع تاعي استقام 20 مليون، 10 ملايين منهم راح نسلفهم، ما نسلفهمش راح نقول لهم باللي انا المشروع تاعي دخل في الشهر مليون هكذا، وراح انتوما تمدوا لي 10 ملايين. وش معناها؟ معناها انا 500 الف راح نديها انا فايدة و500 الف لهم فايدة. الاجراءات الاداريه، الاجراءات الاداريه الحمد لله اليوم بعد يوم راهي تتبسط اكثر، لانه معظم الاجراءات ولات اونلاين. يعني مصلحه السجل التجاري عندها موقع الكتروني تقدر تدخل من خلاله تتعرف على كامل الوثائق اللي تحتاجها، تقدر تعمل تسميه اللي هي الخطوه الاولى اللي تعملها لفتح مشروع تاعك. المرحله الثانيه تروح للعقد تعمل او تروح للموثق وين تعمل عقد ايجار، او اذا كان عندك عقد ملكيه فخلاص نبيع وخضره في كاميون متناقض. باسكو يقدر يدير سجل تجاري ويخدم طبعا كاين تجار بالضبط، كاين تاجر متنقل وتعملها من خلال لاكارت غريز تاع الشاحنه تاعك او السياره المقطوره تاعك، وتقوم باجراءاتك عادي كيف اي تاجر اخر. اسكو يخلصوا بزاف؟ والله الفكره هذه مبنيه على التجاره تاعك بالمنطق نحسبوها. هذا البزاف واش معناها؟ بزاف نتا انسان مثلا تاجر بزوج وثلاث ملاير سنتيم، طبيعي انه كي نقولوا بلي عندك لي زامبو تاع مثلا 50 ولا 100 مليون منطقيه. التاجر اليوم يخدم ب 20 30 مليون، شحال حيكونوا البزاف تاعو هادو؟ راح يكونوا 2 ملايين 3 ملايين. فالامر نسبي، نسبه وتناسب. عندنا تسمية عقد الإيجار، نعم، ولا عقد الملكية زيدينا، نعم. خلاص جبت عقد الإيجار تاعي، دوكا نروح للسجل التجاري ونتحصل على وصلين. الوصل الأول نروح نخلصه في البنك، والوصل الثاني نروح نخلصه على مستوى الضرائب. هذا اللي قلنا عليه زعما شغل النسبه ابيبري، مازال ما لحقناش النسبه، دوك نلحقوا لها. هادو هما البنك والضرائب ديما كاين. شحال تخلص طبعا فيكس. تخلص في ان ديزامبو 4000 دينار 400000 سنتيم طبعا. وبالنسبه للبنك تروح تخلص حقوق عدد النشاطات اللي راح تقوم بها في السجل التجاري. وهذه النقطه كيفاش نعرفها؟ ببساطه تدخل موقع سجلوكم التابع للسجل التجاري وتروح تكتب كلمه مفتاحيه للتجاره اللي حديرها. مثال نقدروا نكتبوا كلمه زلابيه، ندخلوا المحرك ندخلوا الموقع دخلوا كلمه زلابيه، راح يخرج لي مجموعه من لي كود. ممكن جدا انه بيع زلابيه وصنع زلابيه كل وحده فيهم عندها كود مختلف. اوكي
هكذا. ممكن حتى تدخل في بيع المواد الأولية، مثال في الحلو، مثال في الحلوى تقدري تبيعي الحلوى كما تقدري تبيعي سكر غلاسي والمواد مواد تصنيع هذه الأمور. فأنت على حسب المشروع تاعك واش هاي اهم، فعلى حسب عدد النشاطات اللي حتزاولها في السجل التجاري راح يكون عندك وصل تروح تخلصه في البنك. كملت خلاص الوصولات تاعك، تعاود ترجع للسجل التجاري باش تقدم الملف تاعك وتتحصل على السجل التجاري في اجل في العادي في المعدل 24 ساعة، يعني في يوم تتحصل على السجل التجاري تاعك. هذه مليحة 24 ساعة، احنا نخمو باللي كتحط. لا 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 ابدا، الامر 24 ساعة بالعكس، اصبح الان في الموقع الالكتروني يعني اللي راهو دائما في تحسينات، الامر اقل من هذا في العديد من الحالات. مليح هاي ديبوزي. الان كملنا السجل التجاري، روحوا للضرائب. ضرائب اللي يخافوا منها الناس. اها صح، تروح للضرائب وتخير نظام الجزافي او نظام الحقيقي لدفع الضرائب. ولا كنخدم شويه زلابيه ولا نخدم شويه حلوى، على بالي بلي في العام حندخل بالك 60 70 مليون، وهنا يطبق النظام الجزافي وين هاد 80 مليون يقابلها مبلغ وقدره مبلغ ثابت، يعني ما يتغيرش في نهايه كل سنه تروح تخلصه. هل تعرفوا بلي لما ما تعملش يعني ولا يعني تقدر تخلص 2 ملايين 3 ملايين 4 ملايين لي زامبو، هذا الوحش الكبير اللي انا شايفينه في المشاريع الصغيره احيانا ما يتجاوزش 10 ملايين في العام. يعني هذا الغول اللي انا مسمينه ضرائب يكفي برك تتعرف عليه وتعرف الاجراءات تاعو وتفهم بلي على حساب تجارتك على حساب ما تخلص الضرائب. طبعا باش ما نبداوش ندخلوا في التسميات لتسميات الضرائب وانواعها لانه هذه بحد ذاتها تفاصيل طويله، لكن ببساطه تجارتك هذه على قد ما راح تبيع عندك نسبه منها تخلصها في زامبو. هاي ما تفوتش 10%، ما تفوتش على حساب نشاطك. اوكي سمع دوما كاع الخطوات تاع السجل التجاري، يحبسوا في الضرائب ولا مازال؟ خرجنا السجل التجاري تاعنا نتوجهوا لمصلحه الضرائب لانه مصلحه اخرى هذه. نتحصل على لو سيفا يعني سيرتيفيكا ديكزيستونس ولا كيفاش نسميوها، اثبات وجود محل تجاري. هذا لو سيفا او اثبات محل سجل تجاري عذرا هو اللي من خلاله تحدد طريقه الضرائب اللي حتخلصها هكذا، وتروح تدخل وزارة المالية وين كاين موقع إلكتروني من خلاله تتحصل على رقم ضريبي اللي نسميه احنا لونيف. تسمعوا بالك لونيف لونيس لونيف، هذا تتحصل عليه من خلال موقع إلكتروني، تسجل تدخل المعلومات تاعك بعد مدة تتحصل على لونيف تاعك. كملنا مصلحة الضرائب، نروحوا لديوان الإحصاء ونتحصلوا على لونيس. وش معنى الإحصاء؟ معناها أنت كشركة راك محصي برقم هو هكذا. بعد ما رحنا لمصلحة الإحصاء نروحوا الآن الجانب التأمينات. طبعا صاحب المشروع محتاج أنه يروح صندوق العمال غير الأجراء كما نسميوه لاكاسنوس باش يأمن روحه. علاش يأمن روحه؟ لأنه أوبليغاتوار، هذا شيء إلزامي عليه كتاجر. هل في حقوق وواجبات؟ على بالنا بلي ناس يقول لك خطينا وكيفاش وعلاش، إيه كاين أمور إيجابية بزاف في صندوق في تأمينك كتاجر، واللي هي أنك تحصل على بطاقة شفاء لأنه قادر تتعرض للحادث، قادر تتعرض للمرض. بطاقة الشفاء هذه راح تخفف عليك بزاف أمور. بعد ما تكبر أكيد راه كامل راح نكبره، راح تتحصل على أجر تقاعد كيف أي موظف واحد آخر. هذا أيضا أمر إيجابي جدا. طبعا التاجر يتحصل على أجر تقاعد لما تعمل 15 سنة، يعني ابتداء من 15 سنة تجارة. طبعا لما تنسى توصل سن التقاعد تبدأ تتحصل على أجر تقاعد تاعك كما الموظف. الوقت كانوا دايرين زعما شغل عندك انت خدمت 15 سنة وما كنتش مأمن روحك، تقدر زعما تروح تأمن، تروح تصرح بالسنوات اللي كنت ما صرحتش بهم من قبل. طبعا الأمر هذا يكون مرحلي لأنه الآن على حساب لأنه الدولة دائما تعمل تسهيلات وتشجع التجار أنهم يجوا يصرحوا أو يسجلوا أنفسهم في لاكاسنوس، لأنه فعلا فيها أمور إيجابية بزاف أنك تكون عندك بطاقة شفاء ولا أنه تتحصل على أجر تقاعد بعد ما تكبر، يعني هذا أمر إيجابي جدا جدا. نعم سمح لك من نقال خطوات تقريبا، لأنه هنا رانا نحكيه على الشركة المبسطة، لأنه كما نعرفه كاين سجل تجاري لشخص طبيعي هكذا اللي هو شخص واحد، وكاين سجل تجاري لشخص معنوي لما تكون شركة أو يمكن شركة ذات شخص واحد لكن هي شخص معنوي. كاين واحد السؤال مانيش حبيت نروح من راسي، كاين اللي عندهم محلات مثلا يبيع الدجاج تلقايه مثلا في رمضان يبيع زلابيه، اسكو تشوفي بلي هذه الطريقه ناجحه؟ يعني هذه النقطه اللي حبيت نشوفهم بلي يبدلوا بزاف الميتي على حسب الموسم. صح، هنا كاين اجابتين. اذا كنت واعي بنوع التجاره تاعك وراك تنوع
في مصادر التجارة تاعك لأنه مشروعك متكامل. مثال أنا كنت نبيع دجاج ومن بعدها ممكن في رمضان نولي نبيع دجاج بولي فارسي ومن بعدها بعد رمضان نولي نبيع دجاج الأعراس ومن بعدها وكأنه محمر فوالا وكأنه المشروع تاعك أونشيني حلقة تتبع حلقة وين هنا راك تضمن بلي مشروعك راهو يكبر واسمك راهو يكبر في السوق. هذا شيء جدا جدا إيجابي. إذا كنت فقط التاجر تجارة موسمية تحسبها شطارة منك وتروح تحسبها بأمر بسيط جدا قال أنا 30 شهر تاع رمضان وبعدها نبيع القرط في العيد كبير ومن بعدها نبيع الكراريس في الدخول المدرسي ومن بعدها ومن بعدها ومن بعدها راح يفوت عليك العام بين ربح وخساره. انت ماكش عارف ديجا واش راك تكون، لكن الاكبر من هذا انك ما راكش تكون في اسم تجاري. انا مانيش نعرف دوكا الحلوه تاع ساره، مانيش نعرف المحاجب تاع حسام، راني نعرف هذاك بزناس يخلط واش جابرك، لانه الاسم التجاري هو اللي تخدم عليه 5 سنين الاولى والمفروض بعد 5 سنين الاولى اذا كنت هو اللي هو يخدم عليك. وهذا هو راس المال. هذا احسن استثمار. ايوا باطل صح، بالك تدخل قسمه تاكل وتشرب صح ونوار. يا ريت تكون جاوب السجل التجاري تاع القرط والكراريس والسجل ثم يجي نهار وين راح تعاود تخسر كاع تلك الدراهم. وتفوت واحد النقطة أساسية هو أنه ما عندكش خبرة فيهم كاع. حكينا من قبل اختيارك يكون مبني على خبراتك أنت، لأنه قد ما راح تكون خبير قد ما راح تروح المشروع يكلفك أقل ويربحك أكثر. تنويعك بشكل عشوائي كما هذا ممكن جدا راك في الخسارة برك أنت ما راكش واعيينها. والله استاذة صابرين ماذا بينا كون جا الوقت اطول وعندنا طول اكثر من 10 دقائق هكا باش يستفاد اكثر المشاهد من هذه النصائح ومن هذه الافكار. بارك الله فيك يعطيك الصحه. وفي حتى استشارات مجانيه اوليا للناس اللي مازال في بدايه الخطوه في بدايه الطريق وراهي تلفت له البدايه فعلى هذا المستوى، يعني قبل ما تخيل المشروع تاعك هذه الخطوات كلها تقدمها مؤسسه مرنا كامور مجانيه من خلالها تختار الطريق الصح وتعرف وين تستثمر ثم اتكل على الله. يعطيك الصحه ربي يفرحك ويعطيك الصحه ان شاء الله. ان شاء الله يفرحكم اللي مديتهم لنا اليوم ان شاء الله كملنا وكنت ماذا بينا وما كملناش. كان هذا اخر عدد من برنامج فكره، برنامج حاولنا من خلاله انه نحفزوكم يلو كان بالقليل. وتذكروا اليد العليا خير من اليد السفلى. تهلاو في روحكم وبقوا على خير.